ايه المطلوب؟ لازم نحط روشتة رقم واحد. يعني ايه؟ تهيئة الاجواء في الوسط الرياضي بشكل يسمح بان يقبل كل طرف الاخر. ودي مسألة انسانية لها اليات كتيرة. ده رقم واحد. رقم اتنين انه يبقى في نوع من يعني التعامل القوي الواضح والتصدي لما يعني يخص مشكلة روابط الالتراس. احنا قاعدين نلف وندور حوالين بعضينا ومش عارفين. لازم يتحط نظام يعني للتعامل مع كويس. مش يعني في ناس كويسة وناس وحشة. نحط ضوابط لدخول الملاعب لدخول المدرجات. لازم تتحط اليات مش موجودة. الحاجة الثالثة والحاجة الاهم انه يبقى في نوع من يعني انا ما اعرفش رايح اتحاد الكورة في الحادثة بتاعت امبارح. طبعا لا تخطر على بال مشرع ان نحط في لائحة اذا اقيمت المباراة وحصل ايه تكدس ومات 20 واحد. مش موجودة اكيد. انا معلوماتي. يبقى لازم بقى يعني نشوف لوائحنا ونشوف قوانيننا وننظم. هو اتحاد الكورة حضرتك يعني الكورة عامة مسؤوليتها المستطيل الاخضر يعني المدرج. انا معاك. الدخول جوه ما فيش عند حضرتك لائحة للخارج. ما انا عارف. لكن لا بس النادي الذي ينظم وحصل مشكلة النادي حضرتك صاحب الارض صاحب الماتش هو اللي بينظمه. زي الزمالك امبارح هو اللي بينظم الماتش. واللي بيصدر العقوبات الاتحاد. يعني عايز اقول لك المسألة ما فيهاش غير حاجتين. تهيئة اجواء وبعدين يبقى في نوع من تفعيل واللوائح والقوانين. والاجواء مهمة جدا جدا لان فيها جانب اعلامي. واخد بالك؟ وده اللي هيعطل المشوار شوية. المسألة زي ما بقول لك انت بتقول عن ايه اعلام حرب. انا بقول احنا لازم حكومتنا حكومة حرب لان انت بتحارب. ده في النهارده قنبلتين ثلاثة فين مش عارف ايه والعكس في المدارس وفي الجامعات وفي الازهر. لازم اعلامك لازم اعلامك من ضميرك انت يكون مع البلد زي ما بيقول كابتن مصطفى. اعلامك مع مصلحة بلدك مش مع مصلحتك او مع مصلحة بطولة حد او بطولة انت عايز تعملها لنفسك. ولازم حضرتك تكون المعلومات واضحة. الشفافية يعني النهارده سيف. لا كابتن لا انا مش قصدي. انا قصدي ان انا النهارده لازم برضو الاعلام يكون عنده نوع من الوعي والتثقيف. يعني ايه؟ يعني حضرتك لازم تكون الموضوع واضح قدامي. اما اجي النهارده حضرتك اقول موضوع يخص اتحاد الكوره، مجلس اداره نادي الزمالك، وزير الشباب والرياضه، وزير الداخليه، انا لو انا قاري مثلا ده ايه اللائحه هنا بتقول ايه القصه ايه؟ لان برضه هو ده اللي بيعمل دربكه كبيره جدا. ما هي دي تحت مسمى المصداقيه. الكلام ده في الدول المتحضره وقوي قوي. ما دي المصداقيه. انت عارف زي ايه بالظبط؟ انت عارف زي ايه بالظبط؟ زي سينا. سينا دي المفروض جيشك ده امن قومي. مش لوك 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 على الجيش. واحد يقول لك 156، واحد يقول لك ده 60، واحد يقول لك دول 25 ماتوا. ده انت بتتكلم على جيش في متحدث رسمي باسم الجيش زي الرياضه عندنا. المفروض في متحدث باسم اتحاد الكوره، في متحدث رسمي باسم الانديه، في متحدث رسمي باسم وزير الشباب والرياضه. الكلام ده احنا ما بنعملوش. احنا 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 بنشتغل سبهلله. كل واحد يعمل تخصص، كل واحد يعمل شغله. يعني لو كل واحد عمل اللي عليه في البلد دي هنبقى احسن بلد في الدنيا. لو كل واحد احترم راي الاخر هنبقى احسن بلد في الدنيا. انا بس عايز ازود على كلام الاستاذ فتحي، لو تقارب الاهلي والزمالك وجمهور الاهلي والزمالك هنبقى احسن بلد في الدنيا وهنبقى اقوى دوري في الدنيا وهنبقى اكبر دوله مستقره في البلد. لكن مين يتناقش مع المغيبين بتوعنا المسيسين في وسط الارطس؟ انا عايز اقول لك حاجه سيف ولازم اقولها. للاسف من 25 يناير، من نكسه 25 يناير، العيال والصغيرين ولادنا مغيبين بيضحك عليهم، بيتلعب بيهم زي شطرنج، زي ما الشيطان الاعظم بيلعب بالعالم بتركيا وبقطر وبالاخوان وبداعش وبالمش عارف هو ده شيطان واحد اللي بيدير العمليه دي كلها. اللي هو امريكا. شيطان واحد اللي بيدير الدنيا دي كلها. فبالتالي الدوله، واحنا اعرف يعني ايه دوله ويعني ايه جهات معنيه متخصصه في امن البلد. الرؤوس التعابين ديت لازم تتلم. التعابين اللي بتهدم في البلد عشان تقبض في جيوبها ما يمشي لا بلد ولا بتاع ويدوا العيال فتات. ونقطه ثانيه اهم هي حته الناحيه السياسيه الاقتصاديه. الناس مش لاقيه تاكل. لما تيجي تقول لولد تعالى خد 50 جنيه وامسك الشمروخ ده بكام؟
عشان بناخد بكام يا استاذ؟ ده اقل 150 جنيه؟ اسعار تذكره المباراه بكام؟ اسعار اسعار مش كده ولا ايه؟ تذكره المباراه بكام؟ ب 10 جنيه؟ ب 20 جنيه؟ يعني الشمروخ الواحد يدخل 20 واحد صح؟ بيجيبوا الشماريخ دي منين؟ مش كده ولا ايه؟ مش عارف يقول لك تاني الباراشوت ولا ما اعرفش ايه ده؟ لا ده حاجات كتير بكام دوت راخر؟ يعني طبعا الدوله مقفله على الحاجات دلوقتي، فاللي بيخش بيخش تهريب من تحت الميه، فالواحد هتلاقيه ب 200 جنيه بيجيبوها منين؟ لازم نسال نفسنا، ولادنا اللي مغيبين نسال نفسه، انا بيدوني الشمروخ ده ليه؟ عشان ايه؟ واللي ولع الدنيا امبارح شمروخ الضرب، بص عامل ازاي في الملعب، بص ايه ده يعني ده يصح ده دي رياضه ما اعرفش. وبعدين احنا قلنا ايه كمان في القانون عشان ما عشان ندي كل واحد حقه، احنا قلنا في تفتيش، انت ليه مش عايز تتفتش وليه تخش ببلاش؟ انت بتحب نادي الزمالك، نادي الزمالك في ازمه ماليه، مديون بنص مليار جنيه نادي الزمالك، او النادي الاهلي مديون ب 155 مليون جنيه ولا 150 مليون جنيه، انا كراجل محب للنادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي اروح ادفع تذكره؟ كابتن صالح مره سليم وهو كان عضو مجلس اداره وكان حصل مشكله وكنا بنلعب اهلي وزمالك، الماتش الوحيد اللي احنا خسرناه اللي انا خسرته اهلي وزمالك، راح دخل الدرجه الثالثه بتذكره، قطع تذكره صالح سليم، يعني انا ما عملهاش، صالح سليم دخل الدرجه الثالثه راح قطع تذكره ودخل عشان ده ناديه اللي بيحبه. فعايز اقول اللي بيحب ناديه ما يعملش كده، اللي بيحب ناديه ما ينامش قدام الاتوبيسات، اللي بيحب ناديه ما يهددش لاعيبته ورئيس ناديه واروح نحرق نادي الزمالك، نادي الزمالك مش بتاع مجلس الاداره، ما يحرقش عربيات البوليس، ما يحرقش عربيه الشرطه، انت رايح تشجع ولا رايح تحرق عربيه الشرطه؟ طيب.